السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد نفيد به ونستفيد بإذن الله تعالى. حضرتك ده كشاف طوارئ بيتباع في سوق الكانتو، في سوق القديم، في سوق الجمعة، في أي حتة، في أي بلد يبقى في سوق للقديم أو سوق الكانتو. دي دايرة كشاف طوارئ شغال، يعني أنا جايبه من سوق القديم، هوريه حضرتك أهو. عشان بس انا فاصل اهو، ده لازم لما نفصل الكهرباء عشان يبان معاك. تمام التمام، اهو الكابل بتاعه اهو، هنشيله خالص اهو، الكهرباء هيشتغل مالناش دعوه بيه. ده بيشتغل على البطاريه الستة فولت اللي قدام حضرتك دي. لو انا عايز اشحن بطاريه وما عنديش شاحن وعايز حاجه كويسه وامان وما تزايدش عندي الشحن في البطاريه، حاجه كويسه وعلى ترانس ممتاز، يعني دايره شحن كامله، وفي نفس الوقت ممكن تستخدمه انفرتر او كشاف طوارئ، هيشتغل معاك. اللمبه دي بايظه شويه والبطاريه لسه جديده وفاضيه خالص، فبيشحن البطاريه. فانت لو ما عندكش شاحن وعندك بطاريه عايز تشحنها، ممكن تجيب واحد من سوق القديم ده كده وتعملها، بيشحن لك البطاريه اهو، يعني 6 29. احنا هنحط الكهرباء عشان يشحن، طبعا هيفصل لان هو بيشحن بيفصل اثناء الشحن. احنا هنا التدريج على 40 فولت اهو دي سي اهو، سبعة واربعين اهو، ولا يخلي لك البطارية تسخن ولا يخلي لك اي حاجة. وفي لمبة من تحت هنا في الخلف هوريها لك، لما بيخلص هو دلوقتي اثناء الشحن حمراء، اما بيخلص بيديك اخضر، حاجة امان قوي. وممكن لو انت مش عايز تحله هتقفله وتطلع منه الطرفين دول وتشحن بيه اي بطارية عندك، او بطاريتين واحدة ورا التانية، حاجة ممتازة. او انت ممكن تجيبه مفيش اي مشكلة، زي ما انت شايف حاجة جميلة جدا اهو، ولا في سخونية ولا في اي حاجة. هنا في ليد اهو اثناء الشحن، اما بتخلص بتبقى لونها اخضر، وحاجة ممتازة ومعمولة من زمان. الفكرة التانية اللي انا هقدمها لك بقى في فيديو تاني اهي، هو دلوقتي شغال معانا اهو. انا لو عايز احول الجهاز دوت لانفرتر، دي لمبة اهي ليد بتشتغل على 220 اهي، شغاله على 220. عايزك تلاحظ اضاءتها هنا واضاءتها هنا، البطاريه لسه جديده خالص اهي فاضيه. هنحط هنا الديول ده معانا كده اهو، الطرفين دول هناخد الطرفين اللي على اللمبه دول اهو ونشغل اللمبه، دايره حلوه متكامله اهي، البطاريه فاضيه معانا اهي، عشان هو عشان كده بيعمل كده. طيب احنا هنفصل الدور كده الاول، فصلناها نفصل اللمبات قصدي، انا اسف معلش، البطاريه فاضيه خالص لسه جديده ببرشمالها اهي اهي. اهي اللمبه احسن حد يفكرنا واخدين كهرباء ولا اي حاجه. وادي الكابل بتاعها اهو، الكابل اهو بتاعه اللي بيشحن بيه، شغال معانا اهي، البطارية فاضية خالص يعني مفيهاش خالص جدا. تمام، هنجيب على التاني كده، التدريج التاني كده اهو مثلا اهو، نفس الحكاية. فانت ممكن تستخدم ده انفرتر
هيشتغل معاك كويس جدا جدا. ممكن نخلعها من مكانها ده ونحطها في علبة زي دي كده مثلا اهي. طبعا دي بتشتغل على 12 فولت، انا عايز اوريها لك برضو اهي على بطارية. انا هعملها ده انفرتر اهو برضو. طبعا ده انفرتر جاهز جاي جاهز عشان بس ايه للمصداقية. اللمبة اهي ده 6 فولت وده 12 فولت اهو. طبعا دي انفرتر بنتكلم هنا في الوات، دي لمبة 12 وات وده 1000 وات، وده اكيد يعني هنعرف الوات بتاعه قد ايه دلوقتي، يعني مش هيطلع 30 وات او 38 وات على اساس اللمبتين دول. يعني كده كام اللمبه؟ 15 وات اهي، 15 وات اهي، 15 وات، يعني بنضرب في الاثنين هيبقوا 30 وات زي ما انا قلت يعني. تمام التمام. فاحنا ممكن البطاريه هتعاد شحنها كويس جدا لانها طبعا جايه من بلدها ولسه جديده نوفي اهي، لا دخل فيها الحام ولا دخل فيها اي حاجه، ان كانت لسه جديده نوفي. طبعا دي البطاريه دي عايزه تقعد اقل حاجه 12 ساعه عشان تشحن، هتديك اضاءه كويسه جدا جدا. ممكن ندخل ده في علبه صغيره زي كده اهو، في علبه صغيره زي كده اهو، ونعمل دويل وممكن نعمل باريزه زي دي كده تاني نشتغل بيه، ونحط الانفرتر ده تحت في القاعده ونربطوه والترانس في الجنب. وفي علبه اكبر من دي شويه برضو لو دي ضيقه ممكن نعملوها ونركب الدويل باذن الله تعالى في فيديو جاي ان شاء الله. انا بس حبيت انور حضرتك في حكايه الشحن، انك انت لو ما عندكش شاحن تقدر تجيب ده تشحن بيه ورخيص، يعني ممكن انا جايب ده ب 25 جنيه. وفي فيوز اهو، فيوز للامان اهو برضو، يعني مأمن من كل حاجه هتدور عليها مش هتلاقيها بالشكل ده ابدا، حاجه نظيفه تقدر تستخدمها وكويسه جدا جدا. اكتبوا لي في التعليقات ان احنا نصمم الانفرتر دوت في بواط زي ده كده ونركبوا لها دويل، وممكن لو قدرنا نركب لها مروحه صغيره كده في الجنب هنركبها لها. بس اشوف راي حضراتكم، وانا عليا الاثنين ليكم وما بخلش عليكم باي حاجه، ويا ريت تعملوا متابعات ومشاهدات كبيره نفيد بيها ونستفيد باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.